أبو الربو بتواجده بكينيا من قبل أسبوع عم بيحضر لمفاجأة جد ضخمة ورح يعلن عنها الأسبوع المقبل. كيفكم يا جايز؟ أحمد أنت وين مختفي؟ عم بجهز لإشي كثير كبير كثير ضخم أكبر مني أصلا، وراح أرفع راسكم إن شاء الله، يعني إشي حتفتخروا فيه منه، وهذا إشي حيجهز الأسبوع الجاي إن شاء الله. فكان هذا شاغلني هاليومين ثلاثة أيام الماضيين، كثير تصوير والشباب ساعدوني، بس هذا اللي حبيت أحكيكم إياه. أوكي، أنس مروى شارك مبارحة ببطولة لعبة البينج بونج بلوس أنجلوس، واللي شارك فيها عدد كبير من اليوتيوبرز الأجانب، حيث لعب على مبلغ 120,000 دولار، ولكن ومع الأسف خسر أنس بالجولة النهائية. جايز هلا وصلنا على التورنمنت وفي 120,000 دولار عم تتعطى اللي بيربح، وأنس عم يلعب ضد أكبر يوتيوبرز هون بي ال اي. ليكو بس بدي فرجيكم شو عم بيصير. جايز في هدول الناس اللي حيلعبوا، في برايس هول، برانت ريفيرا، هاي أنس تبع عائلة أنس صالح، كل الأسامي، هاي ميمي، هاي واتر، أوكي ليكو، هاي أنس. ميسان اسماعيل تستعد للغناء بالحلقة الثالثة ببرنامج بوليفارد المواهب اللي عم يعرض على قنوات الام بي سي من بعد ما ابدعت بالحلقات السابقة. هاي حبايبي كيفكم، شو اخباركم؟ اليوم البرايم راح يطلع الام بي سي 1 الساعة 8، استنوني كلياتكم، شوفوا الاجواء، قاعدين عم نتدرب، استنوا كل شيء جديد، بحبكم كثير. اهلا. أعلنت نور ستارز أنها عم بتحضر لأغنية جديدة رح تنزل قريبا، وشاركت ستوريهات من كواليس التسجيل مع دي بي جاد. الأخ ديبي جاد أحمد الذي هو يكون صديق السنين والعمر الطويل، ما نستنى شوي وانتو طالعين، شو رأيك بهاي الغنية؟ نار فاير تحفة. أما نارين بيوتي وموفلوكس فشفناهم مبارحة مع بعض بموعد بمطعم بدبي، وشاركوا هالستوريهات من الموعد، واللي لفت نظر الجمهور هو غيرة موفلوكس من المغني العالمي مالوما واللي بيكون كرشها لنارين من بعد ما تلقت عدة تصاميم من طرف الجمهور لإلها معه. توقف لأنه نشرت صور مالوما وكان لابس جاكيت أحمر، فرجينا شحي ليكم وش I think I jinxed you when I came to take a story. Are you okay? She's alive. She's alive.